باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه، وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم.